السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مقطعنا باختصار كل شيء عن الأهلي هنقول لكم. طبعا الأهلي جاب صفقات مثل مندي ومحرز وفيرمينو، بس المشكلة فين الدفاع؟ نبغى دفاع. وطبعا جاء لاعب جميل محرز، وشوفوا الفيديو حقه معاه. للأهلي هنا، السلام عليكم الأهلي فانز. I'm here for you guys. Really excited and happy to be part of this amazing club, and excited and looking forward to do big things together. See you my guys on the pitch. طيب، وشفتوا الفيديو، وبقول لكم حاجة، أتمنى أحد يوصل هذا الفيديو لنادي الأهلي. أتمنى يجيبوا لاعب كويس مثل راموس أو ماركينيوس، هذا مرة جميل. ولا تنسوا اللاعب سانتي ماكسيمان جاء، وهذا الإعلان حقه معه. هذا ثلاثي الأحلام يا جماعة، وترحيب الأهلي مع رياض محرز، وخليكم معه. أرحب بكابتن رياض وانضمامه للعائلة. أهلا 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 رياض، هاي انت يلا 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 طيب، وريناكم كل شيء. ايش قال رياض محرز عن الاهلي وترحيبه، باقي ايش كلكم تسألوا، وين الاعلان حقه، واترككم معه. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك، وسلام عليكم.